هو سؤال بسيط قوي. هو جه للسيد وزير الداخليه بكل ادب وبكل احترام: يا سعاده الوزير، احنا كنا ناس عسكريين ومعاشات عسكريه وعارفين يعني ايه طبنجه ويعني ايه سلاح. السؤال ببساطه: هو ليه البيه الامين بعد ما بيخلص شغله ما بيسلمش سلاحه للسلاح ليك؟ ليه ماشي بيه وبقى يضرب بيه فرح ويضرب بيه الناس ويضرب بيه في الخصومات الشخصيه؟ انت حضرتك كنت عسكري قبل كده؟ انا كنت عسكري طبعا. فين حضرتك؟ في الجيش، في الشرطه؟ في الجيش طبعا. انا راجل من كنت مجند من مصابين القوات المسلحه. طول عمرنا نعرف ان احنا بنيجي نروح بنسلم سلاحنا للسلاحليك. هو بقى سلاحه شخصي ليه؟ هو فيه ايه؟ اتخانق مع جاره طلع سلاح، اتخانق مع راجل طلع سلاح، مساله لا منطقيه. اما عن الناس دي كلها واقفه ليه؟ قصه مش قصه دربكه، قصه مش قصه محمد، قصه مش قصه الضرب الاحمر، القصه قصه مجتمع بدا يتحمل على الداخليه من تصرفات افرادها. يا سيد وزير الداخليه، المساله بسيطه: نقب الوزاره، طلع الناس الفاسده اللي انت جبتهم بعد الثوره ورجعتهم تاني، دول ناس فاسدين يا سعاده الرئيس، يا سعاده الوزير دي ناس فاسده، خرجها بره الخدمه، نقي الجهاز، خلي الناس المحترمه اللي احنا شلناهم على اعناقنا بعد الثوره، وقلنا الجيش والشرطه ايد واحده وبنتمنى ان الدنيا تهدى، لكن عندي سعادتك ناس فاسده. يا سعاده الوزير ارجوك، الشعب المصري بيصرخ، نقي الوزاره من المتعدين. مش معقول يتعدى على الطبيب ويتعدى على الغفير بكره هيتعدى على الوزير يا سعاده الرئيس. ارجوك يا سعاده الوزير، كل الشعب بيناديك، نقابوا الوزاره، يا حكومتنا نقابي وزاره الداخليه، يا حكومتنا خلي لنا الناس النظيفه، دربكه مش اول واحد ولا على هذا الاساس هيكون اخر واحد.